تحياتي واهلا وسهلا فيكم بمقابله جديده بنعملها لائما على قناه يوتيوب، نختار زملاء اصدقاء مميزين عندهم شيء كثير يضيفونه اياه. اليوم ضيفنا محمد الكعبي من قطر، ربما يعني حتى لو ما عرفت عليه الكل بيعرفه، يعني كان مرجعنا براموس بميسي بامبابي. محمد الكعبي اهلا وسهلا فيك. اهلا محمد، شلونك صديقي؟ الحمد لله تمام، طمني عليك. الله ان شاء الله، الله يرحم والديك. رحب فيك وفي مشاهدين قناتك الجميله الرائعه. حبيبي ابو حميد، انا بدي اكسر اول شيء الجمود بيننا، فمن اولها نفسي اعرف سؤال، كم عمرك اول شيء قبل ما نبلش؟ انت تتوقع كم؟ 34. انا مواليد 1990. ما شاء الله ما شاء الله، الله يخليك العمر كله ان شاء الله ان شاء الله. امين وياك. طيب محمد، خلينا نبدا بالسؤال الاول، انه انت بتشتغل بقطاع مختلف تماما بعيد عن الرياضه، شو اللي خلاك تدخل هالدخله القويه على الرياضه ومش باي مجال؟ مجال كثير غيرك حاول يدخلوا عربيا، حتى صحفيين رسميين، وما قدروا يتركوا البصمه الحقيقيه، شو اللي خلاك تدخل هيك مجال؟ شوف محمد، انا اول شيء ذكرت يعني قبل كم يوم في لقاء على احد القنوات، يمكن الكثير ما يعرفونه خصوصا خارج قطر، انا كنت لاعب كره قدم اصلا من مرحله البراعم الى الرديف في احد انديه الدرجه الاولى في قطر يعني. وبسبب ظروف عملي وقفت كرة القدم في 2008، كان عمري 18 سنة. طبعا حاولت أرجع في 2013 لكن القطار فات، فأوريدي أنا أصلا صاحب نشأة رياضية، والدي لاعب كرة قدم، لعب في منتخب قطر وفي أحد أندية الدرجة الأولى في قطر، لكن المجال الأخباري مختلف. طبعا أنا متابع دائما حتى في مجال العمل اللي يعني شويه بعيد عن الرياضه، في يعني اجزاء منها متعلقه بالرياضه واحنا متابعين لها بشكل دائم ومستمر. فالرياضه تعرف احنا العرب نحب الرياضه بشكل كبير يعني. جميل جميل، يعني هاي معلومات بصراحه اعتقد كثير منا ما كانوا يعرفوها، يعني ما شاء الله عليك من عيله رياضيه. طيب خلينا نبدا بالموضوع اللي خلينا كان شويه عند كثير ناس، قضيه امبابي والتوتر اللي صار اخر اسبوعين. كان في أوروبا فابريزيو رومانو مرجع كبير للجمهور، لكن أيضاً كان عندنا بالمنطقة العربية بصراحة محمد الكعبي، لمستوى أني كثير شفت ناس عم بيعلقوا عندك بتويتر يقولوا لك أنت فابريزيو رومانو العرب مثلاً. شو رأيك بهيك تسمية أو شو رأيك بهيك وصول؟ شوف طبعاً يعني أنا أقدر لهم هذه التسمية، فابريزيو صديق وزميل وعندي تواصل معاه بشكل كبير، لكن أنا أظل محمد الكعبي مش فابريزيو، هو فابريزيو وأنا محمد الكعبي. لكن طبعا يعني نتبادل دائما مع بعض الاخبار والاراء، في علاقه جيده بيننا وبين بعض. برايك احنا بنقدر نخلق فابريزيو رومانو عربي شخص يصير مرجع؟ يعني انت ما شاء الله عنك قضيه ميسي، قضيه امبابي، يعني صحف اسبانيه صحف عالميه كانت عم تاخذك كمصدر واضح، اتوقع بنقدر نستديم هيك حاله ويكون عندنا هذه الحاله فعلا؟ شوف انت كلام محمد بشفافيه، طيب بدون زعل، احنا العرب ما نقدر، لان احنا العرب عندنا يعني عقده العربي، مع الاحترام والتقدير طبعا، طبعا في الا من رحم ربي، احنا العرب دائما نحاول نهاجم بعض، ما ندعم بعض، نشكك في بعض. الى اليوم انا نزل بعض الاخبار وانت تشوفها، طبعا احنا متابعين بعض على مواقع التواصل، انزل بعض الاخبار وبعدين بعدها بيوم او يومين احط يعني او اوضع مصادر اخرى كبيره انها حطت الخبر بعدي بيومين مثلا، فيصير الموضوع مش انه يعني يقول لك والله، بالعكس شيء ممتاز وشيء ايجابي، لا يقول لك هذه صحيفه مثلا كاذبه، اي عذر يطلع اي عذر، المهم انه يستنقص من شخصك. فاحنا العرب هذه مشكلتنا الى اليوم، في ناس تقول لك والله محمد الكعبي ضبطت معه، اوكي بتضبط معي في موضوع موضوعين مش في 10 ولا 20 موضوع. طيب محمد خليني هون اقاطعك، معلش اسمح لي اقاطعك. اشخاص بيشتغلوا في منصات اعلاميه كبيره، في فتره تشافي في فتره ميسي صدر عنهم، ما ذكروا اسمك لكن كان واضح انهم بيقصدوك، بقول لك في شخص في قطر، يعني حرفيا هيك في شخص في قطر بحط كل الاحتمالات على تويتر، واذا زبطت معاه بيقول شايفين انا زبطت معي، يعني مثلا زي تشافي، والله تشافي حيروح، تشافي مش حيروح، تشافي حيروح بفلوس، تشافي حيروح ببلاش. صحيح. الناس تبدأ يعني تتهمك بهذا الاتهام، شو بترد عليهم؟ والله رد محمد سلس، اول شيء اللي يتهمني هالاتهام هو تحصل اكثر شخص متابع لي، هذا واحد. اثنين في ناس تحرف الكلام على كيف، يعني مثال في قضيه مثلا تشافي وتعلقه في برشلونه، انا ذكرت انه لن ياتي
لن يذهب تشافي الا بقدوم لابورتا، صح ولا لا هالكلام؟ صحيح. لابورتا، لابورتا اعطى الاوكي، هذه معلومه يعني انا يمكن كتبتها مره فقط، لكن لابورتا اعطى الاوكي اداره نادي السد انه بيجي لقطر. قطر قالت له احنا بنعطيك مبلغ مرضي للطرفين مش الشرط الجزائي. لابورتا قال لا انا كنت اتوقع بشكل مجاني، راح الغى الرحله. طبعا الاعلام الكتالوني كله ايش قال؟ قال انه يعني لابورتا من الاساس ما كان راح يروح دوله قطر، انا رحت وتحملت مساله قانونيه ونزلت تذكره السفر. يعني انا بالعربي كذبت الاعلام الكتالوني، الان محمد الكعبي كاذب الاعلام الكتالوني صحيح. هذه باختصار المساله كلها. تمام. يعني محمد فانت لما توضع يعني في ناس، المقصد كامل ان في ناس ما تعرف تقرا الخبر او تفهم الخبر، مع احترامي للكل. في قضيه مبابي الامر كان محسوم، مبابي كان بيروح. محمد انا لو سالتك اليوم 220 مليون يورو يدفعها ريال مدريد في امبابي وباقي في عقده سنه، بعد 6 شهور يقدر يتفاوض بشكل مجاني، انت بتصدق لو قلت لك في نادي رفض العرض هذا؟ ما راح تصدق. صعب اخباري، طبعا اخباريا صعب، مع انه انا بصراحه شخصيا كنت عارف انه حترفض، يعني كنت عارف انه باريس هيرفض يعني. شوف باريس، باريس يعني نكون امينين شويه، هو رفض ظنا منه انه يستطيع بشكل او باخر اغناء امبابي بالتجديد. طبعا هم الان الاخبار اللي انا ذكرته في كثير صحف ذكرتها ان في مفاوضات مع زيدان، سواء قبل زيدان او ما قبل، هذا نوع من انواع المفاتيح اللي ممكن يضغط فيها باريس سان جيرمان على امبابي. يعني على سبيل المثال ممكن انا اقول هذه مش معلومه، ممكن تفكيرهم استنتاج طبعا، ان انا لما بجيب زيدان ممكن اقنع امبابي انه يجدد مثلا لمده 3 سنوات، العب موسم واحد تجربة مع زيدان أسطورة فرنسا والمدرب اللي أنت تحبه، وبعد سنة أنا راح أسهل خروجك لريال مدريد، بالتالي هو راح يطلع بشكل مجاني، ما راح يطلع بشكل مجاني. مفهوم. طيب بالنسبة لإمبابي خلينا نوقف، يعني إحنا بعالم عربي ما نخدعش بعضنا بوسائل الإعلام، مفهوم. ما انضغط عليك أو ما حدا قال لك إهدى وقف أخبار، لأنه أنت كل شيء كان عم بيطلع منك محمد مش كأنك بس صحفي، كأنك صحفي وقطر. وباريس سان جيرمان قطري عشان نكون واضحين، صح ولا لا؟ فكانت الناس تعتبر الشيء اللي جاي من الكعبي كانه الخلافي بعث له اياه على الواتساب بصراحه. صح صح. فانت ما حدا قال لك اهدى لانه انت بعض الشيء اللي بيطلع منك او اللي بتوصل له كصحفي عم بنفهم غلط؟ شوف محمد، انا وانت تعرف هالشيء، انا طبيعتي شفاف وواضح مع متابعيني وما احب اكتب عليهم. انضغط علي نعم، لكن مش في موضوع مبابي، وهذه المعلومه اول مره انا اذكرها عبر برنامجك. انضغط علي في موضوع ميسي. محمد اهدى، إيه محمد اهدى، الناس كلها تحسب اللي زودك بالمعلومات ناصر الخليفي، انضغط عليه بشكل كبير ما تتصوره محمد، ولكن ظليت يعني أنا في هالمجال لأن أنا ما قاعد أعمل شيء غلط وقاعد أكتب أخبار. إذا اليوم أنا كتبت عن مثلا ميسي، أيضا في ناس ثانيين أنا ما بذكرهم سواء كانوا يشتغلون في 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 بي إن أو خارج بي إن، في قطر وخارج قطر، بعد أذكره موضوع ميسي. أوكي ما أذكره قبلي لكن أذكره بشكل مكثف في الأيام الأخيرة. فأنت لما تجي أتضغط علي أنا، أضغط على الجميع، هذا واحد. اثنين، أنا ما عندي أي علاقة مع السيد ناصر الخليفي، يعني أتشرف بالسيد ناصر وأحد يعني رؤساء العرب اللي أثبتوا جدارتهم في المجال الرياضي الأوروبي، ولكن أنا لا تملك مع أي علاقة. باختصار شديد أنا عندي مصادر وعندي زملاء صحفيين، نتبادل الأخبار، عندي مصادر في بعض الأندية، خصوصا بعد موضوع ميسي صارت عندي مصادر اكبر، فانا استعين بهذه المصادر لا اكثر ولا اقل. جميل جميل. خليني اوقف معكم، حكيت زيدان وحكيت امبابي، شو في يعني اخر انطباعاتك، علاقاتك، شو بتوصلك؟ يعني هل فعلا مفاوضات زيدان مستمره؟ لانه مان يونايتد والصحف الانجليزيه بتضلها تقول لك يعني يونايتد هو اللي بيضغط اكثر من باريس. وبالنسبه لامبابي، فكره السنه او عقد السنه الاضافي هذا، هل امبابي مستعد يتكلم فيه ولا بقول لهم خلص انتم ما طلعتوني وراحت عليكم؟ شوف، اول شيء بالنسبه حق زيدان، انت محمد حط في مكانك مكان زيدان، عندك عرض من مانشستر يونايتد وعندك عرض من باريس سان جيرمان. اذا احنا نتكلم من الفريقين وضعهم عادي، طبعا انت راح تروح على مانشستر يونايتد الاكبر شعبيه، هنكون صريحين. لكن اذا انت اليوم عندك 3 دوري ابطال وتبي دوري ابطال بعد واحد، بتروح على مين؟
انت بتروح على شو اسمه على باريس سان جيرمان، لا على باريس سان جيرمان، لان باريس سان جيرمان هو الاجهز الان لانه يحصل على دوري الابطال، وهذا سيبي لك كمدرب. بالنسبه لكيليان امبابي، كيليان امبابي انا ذكرتها قبل كم من يوم، حسب معلوماتي وحسب مصادر الرجل حسم قراره، او هو اصلا حسم قراره من قبل حتى نهايه الميركاتو الفائت، حسم قرار لاعب سيكون لاعب ريال مدريد ان شاء الله في الانتقالات الصيفيه. ما في مجال لتراجع تتوقع له الا ان حصلت مفاجاه غير متوقعه يعني، ولكن النسبه الكبيره كلها خلاص اللاعب حسم امره يعني. انا ما اتوقع ان في شيء يقدر يخلي امبابي يتراجع يعني. كفايه تصريحاته اللي في الليكب قبل يعني كم في الشهر الفائت تقريبا. طيب انا قبل يومين شفت تصريحات لفلورنتينو بيريز من جن، واليوم نفس الشيء رجع بتصريحات اخرى من جن على انه في نادي قال له لا على 200 مليون، وبقول لك هذا دليل انه ما فيش عداله وما فيش بالتنافس منطقي وكل هذا الكلام. بالدافع الوحيد بس كان الامل انه امبابي ضايل له ممكن يجدد سنه بالنسبه لسان جيرمان عشان يرفع هذا الرقم، ولا في رساله حب يوصلها سان جيرمان لبيريز تحديدا؟ لانه صفقه امبابي خلينا نكون واضحين كان في حمله اعلاميه شعواء عم تنقاد بالمدريد مع ماركا واس، حتى حاولوا يمسوا ربما مناصب سياسيه في قطر، اضافه لقبل ذلك كان في عمله تصريحات مستمره انه امبابي بده يروح على ريال مدريد من لاعبين ومدرب وكل هذا الكلام. هل كان محاوله تسجيل موقف بالاضافه لانه نحاول نجدد له عقد ولا لا؟ شوف محمد، موضوع امبابي موضوع غريب، ما في شخص رياضي يقدر يفهم موضوع يعني انتقال امبابي. المبلغ كان كبير، انا ذكرت قبل شوي كان مستحيل احد يرفضه، لكن ايضا احنا نقدر نتكلم بطريقه اخرى، ليش ريال مدريد دفع المبلغ في لاعب باقي له سنه في عقده، عرفت قصدي؟ فالموضوع من الطرفين موضوع شوي غريب، والاغرب طبعا من اداره باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان قلت لك قد يعني مثل ما انت ذكرت الان قد يلعب على اغناء اللاعب بتجديد لموسم، ولكن اللاعب كان حاسم وكان محترم الفريق يعني، كان موقفه اوكي انا يا باريس احترمت عقدي معاكم ولعبت معاكم، الان الكره في ملعبكم، اطلع الان بمبلغ يستفيد فيه باريس سان جيرمان النادي اللي انا احبه واعزه واقدم له كل التقدير، ولا انا اروح لريال مدريد بشكل مجاني، الكره في ملعبكم انتم اختاروا، انا راضي بالقضيتين. فالموضوع كان جدا غريب، ربما اداره باريس سان جيرمان كانت يعني أمالها أنها تقنع اللاعب بشكل أو بآخر أنه يجدد لموسم قادم، ولكن أنا حسب علمي اللاعب رفض قبل أيام قليلة عرض جديد من باريس سان جيرمان. وضايل محاولة أخيرة منطقية يعني، هي محاولة شهر 12 بعدين خلاص. إيه ممكن المحاولة الأخيرة يعني، أنت حتى لو اليوم نتكلم لو جابوا له مثلا زيدان وجابوا له لاعب أو لاعبين، إيش اللي راح يغير من رأي مبابي؟ ما أتوقع أنه راح يغير رأيه. مفهوم. طيب خلينا احنا هون منامك حكيت زيدان اكثر من مره، انا شفت تصريحات بوكيتينو قبل يومين كان واضح انه عم بيحاول يدافع عن نفسه بنظريتي، مطلوب مني افوز باول يوم والانديه الفرنسيه صارت اقوى من زمان وما تقارنوا وكل هذا الكلام. بتحس اداره سان جيرمان راضيه عن بوكيتينو حتى الان ولا في نوع من خيبه الامل يعني؟ شوف طبعا اداره باريس سان جيرمان دائما تبي تكون منتصره بغض النظر عن اسم المدرب اللي موجود، لكن انا بوجهه نظري انا ما بيطلع بعيد السؤال كثير، لكن شوف انا ما افهم تكتيكيا وفنيا كثير، لكن انا من وجهه نظري المتواضعه المشكله مش ببوتشيتينو، المشكله فنيه بحته في توظيف اللاعبين. الرجل عنده كوكبه من النجوم ما يقدر يوظفهم، احنا نشوف في بعض اللاعبين لو غابوا الفريق يتحسن مع انه هو يكون نجم من غير ذكر اسماء. فانا بالنسبه لي المشكله فنيه بحته، وايضا ما اخلي المدرب من المسؤوليه، ولكن المسؤوليه كلها ما تقع على عاتق المدرب فقط. بتحس تم تحميله لاعبين اكثر من اللازم يعني، لاعبين اسماء اكثر من اللازم، او هو ما له كلمه يعني حسب الكلام ما له كلمه؟ لا محمد شوف انا اكون امين، انا شوف انا مساع صريح معك يعني، حتى نعم. يعني رحت شويه على باريس ضغط عليهم وشويه رحت على مدريد، ولكن الكلام واضح. لا فنيا ما اعتقد انه ما له كلمه، احنا مش في العالم العربي لا الصراحة. كصفقات حتى كصفقات النادي ينظر لها، وانت تعرف اكثر مني محمد يعني مع احترام والتقدير تعرف اكثر مني ان النادي ما ينظر على الصفقات بس فنيا، حتى ينظر اليها اقتصاديا. يمكن حتى ناقشنا انا وانت يعني خلف الشاشه عن هالمواضيع كثير، النادي ينظر للصفقات اقتصاديا، ربما لانه تو جاي، ربما الموسم هذا ما كان له اي راي في اللاعبين واستقطاباتهم،
ولكن ربما لو استمر، وانا اشوف صعب انه يستمر، اتوقع انا يعني خلال ثلاث اربع مباريات بالكثير يكون هو مغال. لو استمر حتى الموسم القادم او حتى على الانتقالات الشتويه ممكن يكون له راي في الانتقالات. هو في تاريخ غريب عن سان جيرمان، كل المدربين اللي اقلوهم خلال الموسم بالملكيه الجديده كلهم بديسمبر شهر 12، توخيل والمدرب الاول كان، فاكثر مره بشهر 12، فواضح انه بصبر لشهر 12 وبعدين خلاص يعني. ايه ما نعرف شنو السر، هاي صدق غريب صراحه. فطيب خلينا، انا من الناس اللي نطيت نط على الوسط الاعلامي كمان، انا دارس هندسه وكنت مهندس وبعدين انتقلت على ياهو، بس بالبدايات وانا بدخل من ياهو لجول لهذه المسلسل كان دائما الصحفيين اللي عن جد اللي هم درسوا صحافه ودرسوا اعلام يحاولوا يلقوا اي شيء ينتقدوا اللي احنا بنعمله، او الجيل الجديد اللي دخل بدون ما يتعلم اعلام بجامعات، يعني يتعلموا من الناس، تعلموا الدورات. واجهت نفس المشكله، يعني انا كان يجيني تليفونات مستحيل انساها، يعني شخص يكون شايف انه انا ربما افضل، يعني خليني اكون صريح، يعني افضل منه بما انه لازم يتقدم للاعلام للناس، هو يحاول يعطيني خطب ومعلومات ونظريات بس مقابل انه يشعر انه عم بيلقني، يعني مقابل انه بيشعر انه احسن مني. واجهت هذه الناحيه، واجهت هذه الظاهره من الناس اللي انا واجهتها كثير ولكن بطريقه غير مباشره. يعني مثال لما يجوني اصحابي يقول لي والله الاعلامي الفلاني او الصحفي الفلاني تكلم عن موضوع وقال كذا كذا كذا، طبعا احنا ردينا عليه، فهذا طريقه غير مباشره. ايضا بطرق اخرى لما بعض الصحفيين الكبار اللي احنا نحترمهم في العالم العربي، انت تعرفهم وانا اعرفهم، يكتب تغريده يلمح فيها لشخصي تلميح واضح لكن من غير ذكر اسامي. ايضا يعني هنا الوضع السائد سواء في قطر او يعني تحديدا في قطر، ان اشمعنى محمد مش دارس اعلام، محمد مثل ما انت ذكرت عمل بعيد عن الاعلام، اشمعنى هو اللي طلع في الصوره، ليش احنا اللي قاعدين نعمل لسنوات كبيره في المجال الاعلامي ما طلعنا؟ طبعا هل انا لو عدت كرتي في هذه المصادر مليون مره ما راح اوصل اللي يعني اللي انا وصلت اليوم، مع انه مش الهدف اللي انا اطمح فيه، ولكن هذا كان كله توفيق من رب العالمين. فالناس ما هي مش راضيه تقتنع ان هذا توفيق من رب العالمين، مش عشان انا احسن منهم او هم احسن مني، طبعا انا احترمهم وتقدير لهم، هم كلهم احسن مني وافضل مني، لكن الله وفقني. طبعا انا قلت هالكلام واقولها دائما وابدا واتمنى انك ما تحذفها، انا استفدت منك ومن الاستاذ طلحه ومن الاستاذ محمد عدنان ومن الاستاذ محمد عبد الكريم، كلكم استفدت منكم. وانا قلت هالكلام في قبل كم يوم في مساحه اخوي طلحه، استاذ طلحه، قلتها بشكل علني قدام الجميع، قلتها انا بديت في مجال الاهتمام في الاخبار اني انا تبعت حساباتكم انتم ثلاثه او الاربعه، وبديت حبه حبه تبعتهم كل مده سنه او سنتين بشكل مستمر بشكل يومي. محمد جد اتكلم ما قاعد ابالغ، بشكل يومي ليه ما بديت اهتم في المجال الاخباري؟ اكتشفت ان احنا العرب يعني نحب نتذوق المجال الاخباري هذا، نحب الاخبار ونحب الموضوع، لكن عندنا مشكله واحده، موضوع الشائعات. طبعا انا الى الان احصل تنمر من بعض الحسابات سواء كانت على انستغرام او على تويتر اللي خلق محتوى لهم، عرفت؟ ما ابي اقول لكسب شهره، يعني الحمد لله يعني شكر الله، لكن يعني باختصار شديد يبون يسوون محتوى من وراي انا او من ورا التغليل مني او من اخباري. طيب ما دام نحكي عن الاخبار، خلينا نختم مع سان جيرمان، تتوقع في صفقه مفاجئه لسان جيرمان السنه الجايه؟ فريق سان جيرمان اكيد بيسوي صفقه، من وجهه نظري ما اتوقع في الشتاء. سمعت ان في صفقه في الشتاء اعاره، لك مش متاكد من هذه المعلومه 100%. في لاعب على مستوى خط الوسط يقال انه راح يكون اعاره مع حقيقه الشراء، وربما يكون ما في حقيقه شراء، لكن هذا اللي انا سمعته. لكن في الصيف اكيد النادي لازم في الموسم يعمل له صفقه كبيره، قلت لك مش بس فنيا حتى اقتصاديا. وطبعا الان من كوكبه النجوم اللي معاه، عنده راموس وعنده ميسي وعنده دي ماريا وعنده نيمار، طبعا الفريق وضعه يعني حسب علمي ممتاز في قانون اللعب المالي النظيف، فاتوقع انه اكيد في الصيف راح ياخذ صفقه كبيره. بول بوجبا يعني؟ انا الحين كنت بقول اصلا، شوف بوجبا بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان لا ثالث لهما، في اعتقادي بوجبا ما راح يجدد مانشستر، خلاص انتهى الموضوع. هو راح ينتقل بشكل مجاني ريال مدريد او باريس، والاغرب ريال مدريد. محمد احكي لنا اشياء صارت بقضيه تشافي، يعني انت كنت المصدر، انا شخصيا الي انت كنت مصدر يعني متابعه اخر تفاصيل تشافي. انا صراحه الصحافه الكتالونيه بهي القضايا بطلت اوثق فيها، لانه صار واضح جدا انه رؤساء الانديه مدريد وبرشلونه بياثروا على الكلام اللي بيطلع.
شو صارت اشياء احنا ما سمعنا فيها او ما عرفناها بخصوص انتقال تشافي من السد لبرشلونه، خصوصا الموضوع اخذ وقت طويل بالنسبه لمفاوضات مدرب، يعني اخذ يومين ثلاثه واخذ نوع من الضغط الاعلامي حتى. شو في اشياء احنا ما وصلتنا لحد الان؟ شوف محمد بصراحه، اللاعب او تشافي المدرب، احنا متعودين نقول اللاعب عن تشافي، المدرب تشافي كان متردد فعلا فعلا. انا اتكلم مش عشان السد احسن من برشلونه وبرشلونه احسن من السد، لا كان متردد، لان محمد وهالكلام انا ذكرته اكثر من مره، يمكن في ناس كثيره ما تعرفه، المدرب وضعه ممتاز في قطر، يشغل مدرب نادي السد، يشغل اكاديميه سباير معروفه على مستوى العالم مش بس على مستوى الوطن العربي، هو مستشار فيها ايضا، عائلته موجوده في قطر وتملك يعني ما اقول لك مناصب، ولكن تملك وظائف راتبها جدا جدا جيد، ممتاز يكاد يكون ممتاز مش جيد، فوضعه جدا مرتاح في قطر من الضغوط الاعلاميه. يمكن يعني في معلومه مضحكه شويه، احنا في قطر لما مثلا نشوف قدامنا مثلا رونالدينيو او تشافي او كازورلا، احنا ما نروح نصور معاه اصلا، احنا نشوفه بس، او احنا نروح نصوره من بعيد. فعلا فعلا قضيه غريبه، ظاهره يعني موجوده في الامارات، يعني حتى بعتقد في الخليج بشكل عام هذه ظاهره موجوده. اقول لك احنا انت لما تشوفه في اوروبا بتروح تصور معاه 100%، انت نفس الشخص اللي شفته في قطر او في الامارات وما راح تتصور معاه، فاحنا ما نعرف طبعا هذه ليش. فاللاعب كان جدا متردد، اللاعب ايش قال يوم شاف في جديه كبيره من برشلونه، وهذا الكلام انا مسؤول عنه، اللاعب رمى الكره في ملعب نادي السد، قال لهم خلاص انتوا اذا بتوافقون انا بروح، مش موافقين انا بكمل ما عندي اي مشكله. وايضا حتى يعني اللاعب طلع يوم كان في اشاعات ان برشلونه مهتم وكذا كذا، اللاعب راح للاعبين، عفوا المدرب تشافي راح للاعبين في غرفه تبديل ملابس قبل بدايه المران لاعبين نادي السد، وممكن لاعبي السد كلهم ياكدون على كلامي هذا، وانا ذكرته طبعا في السوشيال ميديا، قال لهم انا نعم عندي عرض في مع برشلونه، انا ما اخذت القرار الى الان اني انا بروح، لا اللي تركت القرار في يد الاداره، اذا سمحت لي اني اروح بروح، اذا ما سمحت لي انا بتم، انا ما عندي مشكله في الحالتين. وجهه نظري واستنتاجي ان تشافي كان يعني متردد عشان فتره برشلونه اللي تمر فيها، لان محمد انت تعرف لو ما نجح مع برشلونه ممكن تنتهي مسيرته التدريبيه 100%، ممكن تنتهي مسيرته التدريبيه. فهذا كان الموضوع. الموضوع الثاني الخلاف اللي صار وخلى الموضوع ياخذ له يومين، الموضوع كان على الشرط الجزائي، برشلونه كان مصمم انه ياخذ المدرب بشكل مجاني، وكان يضغط على المدرب ان انت اطلب نادي السد بشكل ودي ان تطلع بشكل مجاني. وانا بذكر لك نقطتين ثلاثه على السريع باختصار شديد، يعني اثبت لك كذب الاعلام الكتالوني. الاعلام الكتالوني اول شيء قال ان في عقد سرب، ان في عقد في بند في عقد تشافي انه يطلع بشكل مجاني فقط لبرشلونه، وهذه القضيه صار لها يمكن قريب السنه. بعدين قال لا، في شرط جزائي 1 مليون، بعدين قال 5 مليون، وبعدين قال ما في شرط جزائي من الاساس. فقالها اكثر من مره. الكلام كله مثل ما ذكرت لك، لابورتا كان يضغط على نادي السد، انا بجي الدوحه لكن تعطونيها بشكل مجاني. السد قال لا، السد قال لا، انا ما بعيد كلامي، لكن السد قال لا، انت تعال واحنا بنعطيك بمبلغ يعني يرضي الطرفين. بعدين قام الاعلام الكتالوني سرب ان نادي السد طلب انه يلعب مباراه نهائيه في كاس جامبر. زين ليش تسربون المعلومه؟ وانا اؤكد لك 100% ومسؤول عن كلامي ان المعلومه غير صحيحه اصلا، ودليل انها غير صحيحه ان في هذا الوقت مال كاس جامبر 12 من لاعبين السد الاساسيين هم موجودين في المنتخب الوطني القطري، بيكونوا منشغلين مع المنتخب مش موجودين، فبيلعب السد مع في مين يعني، بيروح يهزئ نفسه وبيرجع، عشان اسف على هالكلمه، بيلعب بالتشكيله الاحتياطيه مع برشلونه وهو كامل صفوفه، فهذا كلام اكيد خطا. فالاعلام الكتروني كان يكذب كثير كثير كثير، والحمد لله كانوا الجماعه من غير ذكر اساميهم او المصدر هنا في قطر كان متعاون معي بشكل كبير، طبعا لمصلحتي ولمصلحته هو بعد يعني كتكذيبه للابورتا. فهذه كانت الخفايا بشكل كبير، والخبر اللي كان مدمر واللي نفوه الاعلام الكتروني تكذيب لي، انا الوحيد اللي كتبته ان تشافي راح يدفع الشرط الجزائي. هم راحوا وقالوا لا الكلام غير صحيح، وانتشر الخبر بشكل كبير محمد، انا انصدمت من سرعه انتشار الخبر. بعدين قالوا لا هالكلام غير صحيح، احنا مو دافعين ولا شيء. بعدين لابورتا في المؤتمر الصحفي قال احنا دفعنا نص المبلغ، اظن في المؤتمر الصحفي او الاخبار هي اللي سربتها او الاثنين، قالوا لا احنا بندفع نص المبلغ، وفعلا هم دفعوا نص الشرط الجزائي، وتشافي دفع نص الشرط الجزائي. اذا السد القطري، انا مش مشجع للسد القطري ولكن اقول الحقيقه،
السد تم على موقفه، يا قدوم لابورتا ومبلغ بسيط، يا ان احنا انت تدفعون شرط الجزائر. ولابورتا لو جاء كان يعني يعني تحملها اللي حملها النادي كان شلها عنه، يعني كلف النادي الكثير بعد قدومه. لانه لابورتا اعتقد عارف انه هو مجرد تصفيه حسابات ربما من تصريحات سابقه، يعني هو هيك اعتبروها الكاترونيين، يعني عندهم براديوهاتهم كانوا يعتبروها. خلينا نروح على قضيتين مهمين محمد، يعني انت وقفت هيك قدام الموجه بشكل عالي وشيء اخذ لك. قضيه نيمار لما كان يتكلموا كل الصحفيين الكاترونيين والجماهير البرشلونيه انه نيمار راجع، انت كنت تتكلم عن تجديد وعن بقاء وعن استمرار، وطبعا اعتقد انك تحملت ضغط رهيب لانه الناس ما بتصدق اللي بيحكي لهم شيء ما بدهم اياه يعني. ف صح، كيف يعني ليش انت كنت متميز بهذه الناحيه؟ خليني اكون صريح، او هل كنت تبادر تتواصل مع ناس في سان جيرمان ولا مع ناس في البرازيل؟ ما بعرف يعني، نحاول نفهم القصه هذا الموقف. شوف هذا كان يعني اول خبر انا اكتبه في حياتي في مجال الاخبار او المصادر، هو اول خبر انا كتبته، حتى يعني يوم صار هنا بدات البدايه الحقيقيه. انا كتبت انه راح يجدد مثل ما تفضلت، يوم كان بارتيميو وادارته كلهم واعلامهم وكل الناس صدرون بعوده نيمار. انا كان عندي مصدر، المصدر دي اخبرني انه راح يجدد على مسؤوليتي. رحت انا كتبت طبعا بعد ما تاكدت من ناس اخرين ما اقدر اذكر اسمائهم، رحت كتبت على الموضوع وتحملت مثل ما ذكرت انت. يعني تحملت مش عشان انهم مصدقين، في ناس مصدقين كلامي لانه كان فيها شوي من المنطق او كثير بعد من المنطق، لكن لانهم ما يبون يسمعون هالشيء. احنا العرب يعني عندنا عاطفه كبيره، فهم ما يبون يسمعون هالشيء. فالخبر جاء بهالطريقه وكان اول خبر انا اكتبه، عشان كذا كان شوي في ضغط. وبعدين خلاص الحمد لله، يعني ذاك الوقت انا ما كان عندي شيء اخسره، يعني لو ما ضبط الخبر ما كان عندي شيء اخسره، ما كان عندي قاعده جماهيريه كبيره، ما كان عندي متابعين كبار ذاك الوقت، حتى انا يمكن كان عندي 10,000 متابع فقط. لكن كان تفوق مهم بصراحه، لانه كان الحلم عم بينباع بالصحافه الكتالونيه. احنا بنعرف انه جزء كبير من اخبار الكتالونيه الان هي بيع احلام اكثر من وقائع، فكان في حلم عم بينباع كثير بعوده نيمار. في شغله ثانيه، انا صحيت الصبح مره هيك بقلب بالانستغرام ستوري ولقيتك بقميص ميسي بتاع باريس سان جيرمان، واعتقد هذه الصوره يعني حتى شفت بعض المصادر الكتالونيه نشرتها ووصفتك بموظف بسان جيرمان واللي وظفك ابصر مين، يعني الصحافه الاسبانيه راحت في الصوره والعالم كله بعدين اخذ الصوره في كل مكان. شو قصه هاي الصوره او شو قصه التيشيرت؟ يعني طبعته انت اجالك شو اللي صار؟ لا هذا التيشيرت اللي اسلمك انا طبعته. وانا يعني كنت مؤمن، حتى اصحابي يعني القراب مني وزملائي حتى وانا اتكلم معهم كلهم قاعد يسمعوني يعني كانوا ضد الفكره هذه. انا قلت لهم لا انا راح اسويها، لان انا كانت عندي معلومه اكيد ان نيمار اعطى شو اسمه ميسي الخميس رقم 10، وميسي ذاك الوقت كان ميسي لسه ما رفع. فالعقل كان يقول طبعا مع الاخبار، انت الاخبار كلها لازم تحكم عقلك فيها ايضا، ان لاعب بمستوى ميسي واقتصاديا لباريس سان جيرمان يبيعون الرقم 10 ما يبيعون الرقم 30. الاسم ميسي مع 10 مختلف عن الاسم ميسي مع 30. فانا بالنسبه لي كنت حاسم الخبر من زمان، فحتى لو اخطات بالرقم او ميسي ما لبس الخبر ما لبس الرقم ما راح تكون قضيه كبيره جوهريه. طبعا هي بعض الناس للتغليل مني قال لك شوف انت ذكرت الخبر وكل حاجه بس هو ما لبس رقم 30 ما لبس رقم 10، انت ما يصير خليت الخبر وجوهر الخبر ورحت على هالموضوع مختلف. طبعا هذه وايد اوجهها انا، فخلاص انا صرت ما اسمع يعني ولا اقرا حتى على قد ما اقدر ما اقرا. طيب الان طلعوا ناس في الماضي محمد، يعني لو اجي اذكر تويتر ب 2012 13 طلعوا اشخاص كل مره يكونوا مصادر قويه لبعض الانديه لبعض الاخبار، لكن الاستدامه ما كانت موجوده. يعني اربع خمس شهور ويختفي. إيه محمد شو هدفك الرياضي الاعلامي، يعني الاعلام الرياضي، طموحك في مجال الاعلام الرياضي؟ ناوي توسع شبكه اخبارك؟ ناوي تكون فعلا ربما بدايه بدر، لانه لازم في شخص يبادر ويبني بدره وبعدين بيجي شخص بعده يبني، يعني بدايه شيء بيشبه الظاهره اللي زي دي مارزيو ورومانو في الموجودين في اوروبا، واللي هم ربما بيملكوش موارد اكثر منا لكن بيملكوا قرب مسافي او جغرافي اكثر. إيه لكن شو اهدافك؟ اشرح لنا يعني. هتختفي محمد ولا لا؟ لا ان شاء الله ما اختفي. انا طبعا شوي اختفيت بعد الميركاتو الفائت، خصوصا بعد كنت انا يعني جدا مستاء بعدم اتمام صفقه مبابي لريال مدريد.
لكن شوف انت ذكرت نقطه الحين جوهريه. شوف احنا هم عندهم القرب وما عندهم الموارد، واحنا عندنا موارد ما عندنا القرب. كلامك صحيح، القرب هو اهم من كل حاجه بصراحه. القرب، تبادل المعلومات. يعني انا في احد القنوات الفضائيه قبل كم يوم سالني سؤال ذكي المذيع، قال لي محمد المصادر او 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 الصحفي اللي يعطيك الخبر هذا ليش ما هو اللي يكتب الخبر وهو اللي ياخذ الشهره، ليش يعطيك اياه؟ فكان جوابي جدا بسيط. اول شيء ربما هو ما يكون متاكد من الخبر 100% وانا عندي مصادر اخرى تؤكد لي الخبر، او مثلا هو يعمل في 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 صحيفه معينه، الصحيفه ما راح تقبل الخبر هذا، مش عشان الخبر في شيء. مثلا صحيفه، مثلا خلينا نقول مثلا صحفي الماني مثلا، ربما هم ما يبون يكتب مثلا عن قضيه مبابي او عن نادي الفلاني لعده اسباب او مليون سبب اخر. فمثل ما تفضلت الموضوع كله القرب، تبادل معلومات، معرفه الصحفيين، والاهم محمد من هاي كلها ان انت يكون عندك مصادر في الانديه، مش صحفي، مصادر اصلا حتى ما يقدرون يكتبون وما يبون الناس تعرف اساميهم، وهي اهم حاجه. وكثار يعني ما اعتقد في مسأندي كثير يعني عندها مصادر أيوة. جاهزه وبتحس بالاخبار في صحفي معين اذا جاب لنادي توتنهام خلص انت عارف الخبر 100% رسمي يعني. اي صح صح. فالهدف من اللي انا اعمله تاكد محمد ما في هدف معين 100%، لكن هدفي الاكيد اني انا استمر اتم اكتب اخبار واول باول، يعني اكون احد باذن الله يعني اكون احد ابرز اللي يكتبون في العالم العربي في هذا المجال. طبعا ما راح اكون ابرز صحفي لان انا مش صحفي ولا انا يعني دار الصحافه، ولكن انا حابب العمل يعني واحاول اني ابدع فيه على قد ما اقدر، واحاول اكون قريب طبعا من المتابعين دائما. كنت تغرد بالانجليزي بعض الاحيان محمد وجابت نتائج مذهله، ناوي تكمل بسياسه اللغتين محمد؟ لان انا عندي كثير من الصحفيين ولو انت تشوفهم يعني تقدر تشوف بنفسك انت او المتابعين، كثير من الصحفيين العرب عفوا الاجانب المعروفين والمشهورين واللي يدعموني حتى على الخاص، لو ادخل الخاص والويكيا كله جريت جوب استمر ومن هالكلام كونتينيو، هم يدعمون. اما احنا العرب يعني الا من رحمه ربي محمد، كلمات غير طبيعيه غير طبيعيه، ف وتنمر غير طبيعي، فهم هم قاعدين يدعمونك وهم يتابعونك وهم يستضيفونك في قنواتهم. مش شغلين من العرب، بالعكس احنا احسن يعني، المفروض احنا احسن منهم، ولكن اقل شيء قدمه لهم اني انا اغرد بالانجليزي، وطبعا مثل ما انت قلت تجيب نتائج مذهله. واللي انا اتمناه من اصدقائنا العرب هم مو بغالبيه طبعا، هم يعني خلينا نقول 50-50 يعني ان يشيلون الامور هذه من بالهم، حتى لو انت مشكك فيني او مصداقيتي خلاص لا تتابعني يا اخي، لكن لا تحاول انك تسيء لي. تسمح لي اتدخل هون محمد؟ بس يعني انا بتكلم مع ناس كثير في الوسط في المجال والكل يعني، خليني انا شفت التعليقات، بشوف تعليقات كثير والتغريدات، خليني احكي ممكن اللي صار معك وصار مع كثير ناس غيرك في البدايات. يعني دائما بيكون هي فكره انه مش متخيل وجود هذا الشخص هون، عرفت شو يعني؟ بنذكر اللي صار مع اشرف بن عياد على قصه ساعات قليله وما ساعات قليله، واشرف ما اخطا يعني، اشرف فعليا ما اخطا، فعليا الصفقه كانت راح تتم وما تمت تاعت كوتينيو 100%، وتم تحطيمه في المره الاولى وللاسف في المره الثانيه شفنا شو اللي صار، لانه احنا مش متخيلين. في حين لو نرجع للصحفيين اللي احنا بنقدسهم الاجانب اسماء معينه حنلقاهم ارتكبوا اخطاء كبرى كمان، لكن اخطاء كبرى اي والله طبيعه المهنه، هذه طبيعه المهنه. عربيا اعتقد شوي الناس انا مش متعودين يعني، انا اذكر تعليق مستحيل انساه في فيديوهاتي، ثاني فيديو او ثالث فيديو عملته بحياتي، فواحد قال لي انا بشفق عليك لما اشوفك عامل فيديو، فانا ما زلت حتى الان يعني والله كل ما اعمل فيديو بظني يعني مبسوط انه الحمد لله الواحد كمل، والحمد لله الناس ما شفقت عليه، بالعكس الناس يعني جزء منهم حبك جزء منهم ممكن ما حبك، بس بضلك اتذكر انه شو كان هدفه يعني، شو يعني ما لقيتش كل هالبشر الا انا اتعلق عليها التعليق يعني تحطمه لان محمد لانه فعليا هو فاضي قاعد وفاضي وشو ويعلق من كيفه، ولانه مش متخيل، لانه وقتها لما بلشنا يعني كان معتقد كان بس في نصوحي يعني في اليوتيوب، يمكن كنت الثاني وقتها وما كان في حدا، وجه له تحيه صديقنا نصوحي، فما كان في حبيبنا عمرو، فما كان في ناس كثير، فاعتقد كانت الناس مش متخيل. وهي مشكلتنا لما اشوف محمد لما تشوف كعبي بلش يحكي لي خبر عن نيمار يعني هذا بيألف هيك اول شيء، بتعرف انه مش متعودين، لكن لو الكعبي استمر، عشان هيك انا بتمنى تستمر وتصير يعني موجود دائما وتصير مصدر، غيرك حيدخل حيلقى شبكة علاقات أخرى ويبدأ، وشوي شوي حتصير الموضوع
يعني حيصير يعني حيصير الموضوع فعلا موجود ومس يعني بصير معروف عند العرب، بصير نفهم قواعد اللعب الصحفيه جد. احنا ما زال عندنا مشكله بفهم الصحافه كلها بكل بشكل عام، يعني مش بس الصحافه الرياضيه، ما زلنا بعاد كثير عن فهم المفهوم. فممكن هيك، فان شاء الله واصل، واعتقد 100% الناس حتفهم احنا انت وين رايح، وان شاء الله توصل اهدافك. احكي لي اشياء هيك حابب تحكيها للناس، يعني اعتبروا منبرك. والله مثل ما قلت لك، الناس هم سبب نجاحنا كلنا، يعني بلا استثناء. نحب دعمهم ونحب كلامهم الطيب، واشكر ثقتهم الصراحه. في رسائل دعم كثيره تجينا، يعني سواء كان على الخاص في تويتر او باقي مواقع التواصل الاجتماعي. نطلب منهم استمرار في دعمهم، هم سبب نجاحنا بعد الله سبحانه وتعالى، وهم اللي يخلقوا لنا هذه الفرصه ان احنا نكون موجودين. ونتمنى كل التوفيق للجميع ان شاء الله. حبيبي محمد، انت صديق عزيز، يعني بعيدا عن كل شيء له علاقه في الاعلام، صديق عزيز واخ. تشرفت كثير بوجودك معي، وبتمنى لك دائما كل التوفيق. حبيب قلبي، شرف لي. شكرا.